ما عم تطلع. ما بصير ما تطلع. هذا رقم التردد اللي قالوا لي عليه. متأكد منه؟ لك شو متأكد؟ امبارح رحت عند جيراننا. حاول حاول. ها تعطيني مثلا. هلا بعدين بتولفوها. شو بكون يا جماعة؟ خلونا نحضر شي قصة على التلفزيون. بس مباراة اليوم ما كثير مهمة. خالته؟ يعني لأنك ما بتحبي الطابة صفية مباراة اليوم مو مهمة؟ كل مباريات الدوري مهمة. غريب. تتحول لعبة إلى كلكم اقعدوا بقرنة وحدة والله ما بصير. الدنيا بتقوم وبتقعد كلها مشان طابة. لا عمي القصة مو مشان طابة. شو شو لقى؟ لعيبة عم يلعبوا ويتسلوا وفوق منا عم يقبضوا الملايين. على حساب مين؟ على حساب هالناس. بلشت الحكام. ترون نحضرها بشي قهوة بس تخلص نرجع ناخذهم؟ بنروح خمس دقايق ونص. الله يمضي هالإجازة على خير. نقعد 11 شهر بالسعودية عم نستنى هالشهر ليجي، ولما بيجي بنقول يا ريته ما إجا. حقك علي، أنا اللي كركبتك. ولا يهمك ولا يهمك، على أساس أهلي أحسن من أهلك يعني. عندي اقتراح. شو رأيك نطلع نسهر بشي محل حلو؟ ولا أقول لك نطلع نشرب فنجان قهوة بقاسيون. اسمه علاء نايمان ستو. شو قلت؟ أبلع. شو كأنه واقفة على الأطلال. قاعدة على الأطلال. لك دخيل أم كلثوم لأجلي. شو هالسفرة هي؟ والله الواحد بيحتار شو بده ياكل. إيه ما في أطيب من حواضر الشام. ما في، لا تقلي. انبسطنا امبارح معك. إيه والله انبسطنا كثير. صرنا زمان ما طلعنا لحالنا. بتعرفي عم بصفن دق لأمي تليفون. خليها تخلي علاء عند اليوم كمان. إيه لا حرام عليك، اشتقت له. طيب بنجيبه هلا والمسا بنرجعه لعند امي. ما خرج. طيب بعد كم يوم؟ وافق. هيك ها. خلي الواحد يفتح نفسه على الفطور. تتذكري اول ما تجوزنا قديش كنا نحب نقعد بالبيت؟ عاصم؟ خلينا نرجع بقى. حاجة صرنا 4 سنين. يا ستي اللي صبر 4 سنين بيتحمل كمان سن زمان. كل سنة بتمد سنة. لأيمتى؟ شو بدنا هيلين؟ نحن بالاساس طلعتنا على السعوديه كانت مشان العسكريه. بدنا نخلينا شي سنه، لك سنه بس خلينا نعوض الخساره اللي صرتها بالاسهم، خربوا بيتي. مو باين حنعوض شي، ضلت الاسهم تربح، لو وقت اشترينا نحن قامت خسرت، والله اذا بدنا نتاجر بالكفان لحتى يبطل حدا يموت. على شو جاب سيره الكفان والموت؟ انا كل اللي عم بطلبه منك سنه ما بتحملي؟ بعدين شو بتفرق معك هون ولا هنيك؟ هون عايشين وهنيك عايشين، الا اذا ما بدك تروحي على حالك اجتماع الخميس العظيم تبع ابوكي. عاصم؟ سنة ونرجع حبيبي. سنتين وعد. سنتين. شو ايمتى بخلي علاء عند امي مرة تانية؟ بعد ما تقلي كم سنة. لا تردي لا تردي، بيكون ابوك شو بدك فيه. هذه كلي. لا خلص كلي، انا عم بقول لك ابوك. واخيرا رديتي؟ وينك؟ صلي ساعة عم بقول لك. لا شو رأيك نطلع سوا على بلودان؟ لا بدي اعرف امبارح انه عنده شغل. اي شو هلا؟ لا ما قلت له، مروان حابب نكون بس نحن. شو بعاصم؟ هلا بخلي مروان يحكي معه، شيل لي الكنترولات خليني اعرف الخصمية. عاصم يفرجوا شو بحكي معه. يا عاصم شو يا شمستكم عالية اليوم، هلا لحتى فقتوا؟ يلا يلا قوم صحصح خلينا نروح على شيء قلنا ظريفة. مستحيل. ها وليش بقى مستحيل؟ قلت لك لا، لأنه بأقل تقدير بنقعد سنتين بالسعودية، فليش لحتى أقول له؟ بدك ننزل السنة؟ بقول له. أما ليش لحتى أقول له من هلا بدي العيادة؟ مشان تأجرية مو أكتر، الأجارات هلا نابطة للسما، يعني بتعرفي بيت مثل بيتك بقديش بيتأجر؟ لو بمية ألف. شوفي وينك، أنا ما عم بقول لك حطي أبوكي بالشارع معاذ الله، بس أبوكي نفسه ما نعرفان شو بده. يعني لشو عم بكسي لي بيت سوبر سوبر ديلوكس؟ اساسا لشو مساحه 160 متر؟ يبيعه ويشتري بيت صغير بنفس المنطقه مكسي خالص. بس هو هيك ابوكي الله مكركبه، وبيته اللي تحت مكتبه. يا ستي مانو مكتب، هذا بيت عربي، غرفه واحده منه عامله مكتب. عمي انا تعالوا نهد ونعمر لكم يا انت واخواتك، كل وحده فيكم بيطلع على بيت. انتوا ما عم تقبل. مين احنا؟ انت ومروان راكبين على مشروع باخر معمر الله، وهذا المشروع بصراحه قدامنا. هلا بربك 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 ابوكي خرج حدا يشاركه. ليش ترى نصاب كمان؟
ولك انا ما قلت هيك، بس ابوكي كل ساعه رايه شكل. انا قلت له موافق بس بشرط انه بنكتب تلت باسمك وتلت باسم سلافه قبل ما نبلش. ايه وش بأثر عليك الحكي؟ لك يا اهلي يا حبيبتي، يعني لا تواخذيني بهالكلمه بس بحسكم عايشين بالمدينه الفاضله. لا واللي بيقهرني اكثر انه ابوك محامي وبيعرف تماما انه كل المصايب تجي من ورا المصاري. مزبوط، حتى بالعلامه صرنا 3 ساعات عم نحكي بموضوع بلا طعمه. إيه لا ستي مو هذا اللي قصدته. لك يعني ليش ابوك ما يرضى يسجل شيء باسمكم انتم دافعين حقه؟ بعدين تعال لي انت ليش لهلا ما لغيت الوكاله اللي عملتيها لابوك؟ لا عسل تخنتها هيك، شبك شو صاير لك؟ يا ستي لا تخنت وما صاير لي شيء، بس انا زلمه خايف على مرتي. على مرتك ولا على مصاريك؟ قل لك شغله، انا ما عندي علاقه بحكي ولا بمصاريك. اساسا انت من اللي صار معك فرنجين صار الحكي بينك مستحيل. كثير بنومه الاولاد بلاهم بلا وبلاهم بلا. انت ليش عم تنامي على الظهريات؟ انت لوين رايحه؟ ليش عم تضبطي اغراضك؟ خلص بدي اروح. شوفي عندك ما في عندك شيء؟ ما عندي شيء. طيب خلص عادي نشرب لنا فنجان قهوه. لا جايتني خلطه جديده تعي نجربها. معك اياها؟ اي ليك. ومشان شو هي؟ مهدئه بس من الاعشاب. دخلي هدول بفيدوا ولا شغل شعوذه؟ اي شو بيعرفني؟ في هيك وفي هيك حسب. سلافه شو بدي اعمل؟ والله ما بعرف. هلا اذا بابا كتب لك نص البيت باسمك عاصم عنده مشكله تبعتي له مصاري؟ لا. إيه معناته اقترحي على بابا. شو بدي اقول له؟ ما انت بتعرفي ابوك مسجل البيت كله باسم بديع. احكي مع بديع. بلا عن جد والله كانك غريبه عن ابوكي سلافه. معقوله انت؟ تخيلي بديع تروح تحكي معه، شو بدي اقول له؟ ابسط كلمه ممكن اقول لها اياها، انت شو دخلك البيت بيتي مو بيتك؟ هاتي اعطيني هالخلطه. بس تغلي المي حطيها. طيب خلي عاصم يحاكي. كمليت مشان يبلش محاضرة المرأة تبع عياده وخيرها كما هيك؟ بده يانا ماري كوري تأثر مع جوازنا والبنات المطيعات معه. بتعرفي سلافة؟ عم فكرها دينه جزء من المبلغ. ايه وأنا بدينه جزء بدون ما يدرى مروان. وإذا ألح المبلغ كله رح أقول له ما معي. ايه كذبي غير هالكذبة، طبيبة أسنان السعودية وما معك. لك سلافة شبه؟ العيادة اللي قاعد فيها أبوكي ما بدها مصاري لتنفرش. هذا الإن اللي أنا عايشة فيه ما بدي غيره. وعصم يا دوب عم طالع كم فرنك من السعودية. وعلى العموم ما في شغل مثل عالم والناس للمهندسين، وفوق منا خسرنا بالأسهم. لك أنتو شغل بورصة وأسهم يخزي العين. ما دام أنت ناوية تبقي كم سنة ليش لحتى ما تعطي وتكسبي؟ مو أحسن ما تطلعي البنت الجاحدة؟ ليش متخيليني طالع المصاري بسهولة؟ لك عم وقف أكثر من 10 ساعات على رجلي بالمستوصف كل يوم، بلشت تطلع عندي 100 علة. عدا اني خايفه كل يوم والتاني تجيني شكوى ولا ترازل علي الكفيل. صحيح في مصاري بس بالمقابل في جهد عضلي ونفسي عجبه. ليش عصبتي؟ مو قايل لك انه بده اياهم دين وبده يكتب لك فيهم سند امانه؟ لك ان شاء الله سلافه. معقوله اخذ سند من بابا؟ يعني افرضي ما صار معه مصاري بقدم السند ضده؟ هلا ما بعرف هو شلون بيحسبها بس بيجوز انه فيكي تاخذيهم يعني لا سمح الله اذا صار شيء. ايه هذا حكي خليني ساكته بقى. بشتغل كل السنة مثل الحمارة مشان اجي كم يوم غير فيهم جو وارتاح، وقوم يطلع لي ابوكي من جنب وعاصم من جنب تاني، والله يستر شو مخبانا مصايب. يعني بابا والله انا خجلانة منك، بصراحة مالي عرفانة شو بدي اقول لك. بس أكثر مبلغ 50,000 ليرة سوري ما فيني أعطيك. لأنه بصراحة يعني صار لازم نفكر بحالنا وبمشاكلنا. ولك بابا أنا ما قلت لك أعطيني، قلت لك ديميني. حتى دين ما عاد معي. شوف بابا أنا بكل الأحوال رجعت لك حق العيادة اللي أنت فتحت لي إياها وبالكامل. ولك بنتي مين جاب قصة العيادة؟ خلص ما بدك تدينيني المال مالك أنت حرة فيه وسكري على الموضوع نهائياً، اعتبري الموضوع كأنه ما انحكى فيه، خلص ما في مشكلة. يا بابا يا حبيبي المبلغ اللي أنت طالبه كتير كبير، يعني أنا بصراحة هلا ما معي إياه. ولك يا بنتي شو حكينا؟ خلص لا عاد بدي مصاري ولا هم يحزنون. أصلاً أنا خلال شهر رح أترك لك العيادة، بركي بدك تأجريها. مين حكى هيك؟ أنا حكيت هيك؟ بدون ما تحكي. عمو عمو إذا بتريد أنت عم بحكي حديث بيني وبين بنتي.